سار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم السبت 13 نيسان 2024 محافظة نينوى عبد القادر الدخيل مؤكدا استعداد قوات الحشد لدعم جهود الحكومة المحلية في تقديم أفضل الخدمات للمحافظة. وذكر أعلام الحشد في بيان تلقته بغداد اليوم أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التقى اليوم السبت محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، مبينا أن الجانبين أكدا على أهمية دامة الاستقرار وحماية المكتسبات الأمنية في المحافظة. وأوضح أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دامة الاستقرار في المحافظة ودعم القوات الأمنية في حماية المكتسبات المتحققة بعد هزيمة الإرهاب. ووفقا للبيان جدد الفياض استعداد قوات الحشد الشعبي لدعم جهود الحكومة المحلية في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة.